المسؤولين ما كيعتانيوش في المركب، راه الانسان كيموت. تصور كيموت بنادم، الانسان مقطع كيسيل. انا راه عاد دابا راه ما كتسليش بزاف، خصك تشوف الانسان كيمتقوب كامل، كله متقوب كيسيل. الا بغيتي غير ورقه سير، الا ما جبتيهاش عاود سير من دابا شهر عادي. وانت غادي راه غير رانديفويات كانوا كيمخطوني، حتى كنبقى نبكي. مربوح مليكة. واخا اختي مليكة، شنو المشكل؟ عندي المشكل السرطان ولدي، وكنطلع المركب كيبقاو يرميوني. هادي دابا راه طالعه في 6 سنين وانا هكايا، واخا درت تحاليل سعيت وما خليت ما درت، ودرت تحاليل درت كلشي، ولكن ملي وصلت لبلاصة الشيمي ورماوني حيت ما عنديش. دابا كنطلب غير من وزير الصحة يشوف فيا ويرحمني. بالضبط كيبقاو يلوحوك، سير صوب هاد الورقة، سير جيب هاد الورقة، سير دير هاد الورقة. وعندي الدوسي، عندي الدوسي ديالي ديال العملية بالحق، اللي تندوز الشيمي وعاد ندير العملية. فوصلت للشيمي وخصك تخلص كل ورقة، خصك تخلص عليها. أنا تغلبت منين جلست، واخا كنطلع ما كيديوهاش فيا. أنا صافي دابا سرح فيا كاع بخطرة، شو حالتي كي دايرة؟ زاد على الحاله اللي كنتي، زاد على الحاله، زاد شكي ولات. شكي ولات لها انت تشرقات، شكي ولات دايره شي. دابا ديرها غسلاتها في الحمام، دابا تشرقات تشرقات بها كي كانت راه ونحرق. دابا ما كناش حيت مولاه صاحبتنا، ولكن مولاه ما كايناش، ما كناش كاين الله سبحانه وتعالى. ما كناش يا ولدي، ما تغفر يرحمني اللي ما عذبنيش ربي. ما حمدتوش شكرتو على اللي عطاني ديك الحمد. انت كتعلمها؟ عندي 6 سنين. 6 سنين وياك دابا السنين تي كتعلم الطويل. ونفس الهضره ها هو عندي الدوسي، ها هو عندي نشوفوها تنقولوا لها انظر شنو قالوا لك الطبيب. ها هو عندي الدوسي الكبير. شي كتجي هنا عند الكشكوشه بيضاء، انا كنسخن. كتجي عند الكشكوشه انا كنزراق حيت اللي كيشد لي. دابا زاد عليا الحريق، هي كانت شويه كتحرقني كتبقى تبيض. دابا انا دابا زيارتني بالمعقول حيت صافي كلات لي الراس بسولتي. واخا دابا انت ملي كتمشي لعندها شنو مقصود؟ ملي كتمشي شنو تيقول لك بالضبط؟ كيطلبوا كيطلبوا الفلوس، كل حاجه خصك ليها الفلوس. واخا بحال الفلوس بحال دابا انا درت السكانر راه عندي تما، درتو سيدي بشي كدا و 30,000 ريال. واحد النهار نهار اللي وصلني الرانديفو السكانر شهر وانا غاديه طالعه هوادا طالعه هوادا، فاش وصلني الرانديفو كان نحباب الله اللي جمعوني باش نديرو. المهم زقات لي 2000 ريال في الدار، ما حسبتهاش، طاحت لي على ديك 100 درهم. على ديك 100 درهم ضيعت لي الرانديفو، عطاتني رانديفو اخر شهر. قلتي لها انا نجيب لك 100 درهم؟ دخلت بيدي. هو عندي، هو جبدي داك الدوسي عندي، عندي الدوسي ديالي. فاش بقيت نرغبها رجعت قلت لها شوفي الله يرحم لك الوالدين، يخلي لي الرانديفو كي كان غير غدا ان شاء الله في الصباح نوض بكري ونطلع. قلت لي انا ماشي شغلي، سيري قالت لي ساعيه ولا سرقيها. بالطريق. انا كنقول لك ده واحد صغيوره قطع واحد الكاري النائبه ديال الدكتور. قلت لها غير شوفي فيها الوجه شحال وانا كنسبك على هاد السكانير زعما باش نلحقو. قلت لي ما عندي ما ندير لك. سيري قالت لي ساعيه ولا سرقيها. صافي هي فاش غادي نقطع الوراق ونردو الناس تما، ياك عارف الطبيب كي كيكون بقاو عليا لا ما تضيعيش وراقك ما تضيعيش وراقك. ملي كنطلع ملي كنخرج في المدن، كنخرج في الفجر ما كنجي حتى للستة د العشيه، تسير لهنا سير لهنا. يا العادات، العادات في المركب. انا غير ما خرجت من ديك الحاله باش داروا لي ديك التحليله ديال بنت الحمامه. هنا غير التحليله درتها بشي كدا شي 24 وقيلا ولا 26، وما بغاوش يديروها لي بلاش. وبقيت كنجمع، ما كتجي فين تجمع حتى كيكون هو سراح عاوتاني لبلاصه اخرى. انت بديك التعطال كيبقى يسرح، ودارو لي ديك التحليله فاش مشي تعاود نتبعي صحابني ما كيخلصوش عليها، وهي ما تتبع ديك التحليله حتى كتخلص عليها عاوتاني 4000. خلصت عليها 4600 باش عاد غير النص ديال التحليله كيعطيوها لكش كامله، كتولي تخلص النص الاخر عاوتاني.
ما عطوني ديك التحليله على 4 شهور وانا كنطلع ونهود. اخر ما طاب قلت صافي زعما راني وصلت فين غادي، هما يصيفطوني لبلاصه الشيمياء عاوتاني 4 شهور وانا سير جيب هاد الورقه، سير جيب هادي، سير عمر هادي، ما كيوجدوليش الفلوس. ملي كنطلع كيبدلوا لي عاود الرانديفو، وسير عاوتاني على داك الرانديفو. دابا راني شويه كنت كنطيح كنتجبد وما كنموتش. كاينين الناس اللي كيموتوا بهاد العباد الصعب. كاين السبب تخير، علاش انا وصلني 64 درجه وكان بادروا بيا ما غيوصليش 64 درجه؟ انا عندي في السكانير وصل لي 24 درجه 64 درجه وصل لي، ورا من عليا حتى القرعه بحال هذيك ما نهزهاش. وهكا كان انا كنكبر كنكبر، عندي ديك البنيت لا غير كنرجعنا غير المسؤولين، المسؤولين ما كيعتانيوش بالمركب. راه الانسان كيموت، تصور كيموت بنادم، الانسان مقطع كيسيل. انا راه عاد دابا راه ما كتسليش بزاف، خصك تشوف الانسان كيمتقوب كامل، كله متقوب كيسيل. الا بغيتي غير ورقه سير، الا ما جبتيهاش عاود سير من دابا شهر عادي. وانت غادي راه غير رانديفويات كانوا كيمخطوني حتى كنبقى نبكي. شحال كنعطيوك ديال رونديفو؟ بحال دابا انت وزهرك على 3 شهور على 4 شهور. اللي يموت يموت، واللي يبغى يموت يموت. شوف الحاله ديالك كي دايره، وكيلقاو كتشوفي كندخل عند الدكاتره. راه عندي الملف ديالي راه دابا تقرايه، راه فيه الدكاتره، فين الدكاتره اللي كانوا كيدوزوا لي، حيت عندي 2 دكاتره كنتقلب عندهم. هو غير السكانير ما فوقاش عطاه لي، باش قال لي جيبي لي السكانير ما تعطليش عليا. بقيت بربع شهور عاد درت سكانير، غير سكانير ما درتو حتى غفر لي مولاي الكريم، عاد وصلت السكانير. ديك 4 شهور اللي كدوزيها انا بغيت نوصلك للرونديفو، خصك تجلسي 3 ايام. كنسخف كنطيح كان غير ديك الخلاص، ملي كتبغي تخلصي في البلاصه ديال الخلاص كيخص كيما هي وما لولاها، ولا ما لحقتيش الخلاص مشى لك الرونديفو. واخا عندك الرامين؟ لا ما عنديش، لا ولدي لا، كل عندي داكشي كامل. واخا الرامي كان اللي عنده الرامي كاع كيدخلوا معايا بهاد الامور اللي داروا، الا ما كانش مخلص شي حوايج كيردوه تيخلص عادي، يقبطوا من عنده ديك الورق. هذا هو المركب باش خايب، طلع المركب راه ما تاكلش الخبز وما تشوفش داك المناظر اللي كنت كنشوف انايا. انا غير بلاصه الشينيو باش دخلت لها كيديروها بمليون مليون، باش كيديروه مع العلم بانه طبيب ديال الدول. ديال الدولة، هذا راه ديال الدولة. الرامي دولة هاد اللي خرجت، هادي ديال الدولة. ما عندكش راه سير خلص، ما عندكش باش سير تجلس. ملي كان ما كانش بحال دابا الفلوس ندير ديك التحاليل، كنطلع باش تبدل لي الرانديفو، زعما تعطيني رانديفو. ما خليكش ديري ما كنتش يصحبني ولدي غنمرض هكايا، زعما ما عمري توقعت انا غنمرض بهذا السرطان. لا ما عمري توقعت. في الوقت انا كيفاش ديري؟ ما بقاش الرامي دابا، لا بقى غير داك هذاك. وكنت مشيت للدائره ديالنا هنايا وبقاو صوبتوا وكلشي وما صيفطوليش كاع. راه حتى هنا حتى الدوله ديالنا راه ماشي شي حتى الدائره هنايا باش غادي يعتنيو بيك ويشوفوا حالتك. لا لا ولدي، وفودا امور الله وقاسه، لا دواء لا والو. وهاني كان قاصي حتى الدواء، ما حتى الدواء ما عطيناه ليش. هو مولاه ما كينعش، انا شرط عليا الطبيب ومنعين عليا كلشي. شنو كناكل؟ خضره، ما تشرب لا حليب لا دانون، الحاجة المعنبة كلها ما تدورش بها. اللحم ما تاكلوش، الدجاج بتاتا تاكل غير الحوت بيض. انا عندي باش نشريه، ما عنديش باش نشري انا الحوت بيض. شتي باش هاد المرض خايب. انا كنوجه رسالتي غير لوزير الصحة، يعني يشوف فيا لوجه الله. عندي ديك البنيته يشوف فيا لوجه الله. ما بغيت والو، ما بغيت لا فلوس لا والو، بغيت غير الدواء. ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير الدواء، ما بغيت حتى حاجه. انا عندي تما كنتكلم مع الطبيب وكتشوف انا ما تيعرفش باش تخلصي، عاد كتحسي باش كتحبري وانت كنبقى نبكي. جاني ندير كنبقى يتغوتي، كتنوضي تغوتي، خصك تشوفي طلعي غير هكايا وتشوفي بداك المركب، تشوفي شنو تبقي غير حاله فمك بداك الشيء. ها اللي كيغوت هنا، ها اللي ما بغاوش يدخلوه، ها اللي خصو يخرج شي واحد خصو يخلص واحد الواحد المنظر في المركب. انا كنطلع قلت لك ملي كيود الفجر، ملي كنوض في السبع كيصبح راني خارجه غير باش يلحقني
وكنبقى حتى لست هاد العشيه. اي التحليله باش مشيت ندفعها ديال البزوله اللي داروا لي، اش نقول لك، من 6 الصباح وانا تما ما لحقتنيش النوبه، وخصني ندفع ديك التحليله، ما خصهاش تبقالي، حيت هما كيديروها في الثلاجه، ما خصهاش تبقاني. وبالرغبه وبالمزوقه غير واحد هذا ملي شافني سخبت حيت كندوخ به كيغلبني، ملي شافني مسكينه كوك سبقوني شي عيال، قلت له غير ندخل لها غير التحليله ما عنديش باش ما تفسدليش، غادي تضيع لي دايرها بالثمن وغادي تضيع لي صافي، نولي عاوتاني ندير تحليله اخرى. غير الراديو درته بالفلوس، السكانير انا راه السكانير فين هو، راه درته كنت طلع بنتي لذاك المركب ما شنقول لك، هو كيتسمى الطبيب ديال الدوله، ولكن لا الا ما كانوش الفلوس وما عندك حتى راه كي ما دوزيش نهائيا. انا قلت لك على 2000 ريال رضاتني، وربي اللي عالم بيا على داك السكانير باش غنحقته باش غنديرو، على 2000 ريال رضاتني وكنرغب فيها. قلت لها غير الصباح خلي لي الرانديفو، هانكو غير الصباح، قلت لها نجي بكري ونمشي نخلص. قالت لي انا ماشي شغلي سيري، قالت لي سرقيها ولا ساعيه، شنو بغيتي ديري؟ خرجت كنغوت وكان كي بغيت نقطع وراقي. قالك حتى طاحت واحد السكريتي اللي هكا، هو اللي يزني قال لي غير قلتي غتضيعي، قال لي وراقك شحال وانت قال لي كتخلصي وكتسعي وتخلصي، قال لي غتضيعي، كنت غنقطعها وما نكذبش عليك. واش نتوما كتشوفوا الانسان كيموت عرق بعرق، وملي كنمشي نخلص كنسخف ديك الزحام ما كنتغلب، وسير ما حق ديك الخلاص حتى يمكن تخلصي هذيك النهار، يمكن ما تخلصي ان شاء الله غد لي كتلقاي عاود الرانديفو مشى. هذا هو المركب، انا كنت كنسمع المركب كنقول زعما كانوا الناس كيقولوا طلعي المركب راه كيداوي وكيديروا، ساعه بنتي منين طلعت راه ما كاين حتى حاجه. كان القسم كذلك القسم ديال سلمى، لاله سلمى هو فيه درت الراديون، هادوك ما كاين هادوك بحال اللي نقولوا كيديروا لك الراديون هو الاول، هما تما اختصاصين غير في الراديون، داروا لي 7 الراديونات وعاد داروا لي ديك العنايه، كاين العنايه هذيك تما هي كان الخلاص شحال هذه، ولكن دابا حاليا الراديو ما بقاش بالخلاص، لا ما بقاش غير هي تما ما كيديروا لك شي حاجه ولا كاين هذا صافي، هي كيديروا لك الراديو كيبان داك المرض كيشخصوا داك المرض صافي، كيعطيوك ملف عاد كيصيفطوك للمركب صافي، هما ما عندهم حتى علاقه صافي، يصيفطوك لبيت النار. كي قلت لها انا بقات كتضحك واحد الطبيبه، قالت لها بنتي شغنقول لك، حيت رجعت عندها على شي ورق كانت مشات لي، وقلت لها بغي واحد الورقه راه مشات لي، شنو مشات مسكينه صوبه ثاني، قالت لي مازال كدوري مازال ما داروا لك والو، قلت لها اني مازال دابا ما حدني مازال، وهي كتزيد دابا حتى اليد ولات كتنعس لي به، حيت هو اللي فرج ليا، هو اللي ولدي فرج ليا. الله يستركم ابا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.